تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم صباح اليوم المؤسسات والشركات والأفراد الفائزين في الدورة التاسعة لجائزة دبي للنقل المستدام التي تعد إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لتحفيز القطاعين العام والخاص للمساهمة في تقليل الازدحام المروري والمحافظة على البيئة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل في مركز دبي التجاري العالمي سعادة مطر الطاهر المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. وشهد سموه الحضور فيلما عن جائزة دبي للنقل المستدام وجهود إمارة دبي في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها تشكل مستقبل الإنسان ورفاهيته. وألقى برنارد بيكار صاحب مبادرة طائرة سولار إمبلس كلمة تناول فيها أهمية مفهوم النقل المستدام في تطور وتقدم الدول. بعد ذلك قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يرافق سعادة مطر الطاير بتكريم الفائزين في فئات الجائزة المختلفة. وفي فئة الجوائز الخاصة، فريق عمل نشرة أخبار الإمارات بمؤسسة دبي للإعلام بجائزة أفضل فريق إعلامي، وذلك لدورهم في نشر الأخبار الصحفية والتغطيات الإعلامية للمواضيع التي تتناولها الجائزة، وهي تشجيع النقل الجماعي والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة في وسائل النقل.